الرعاية المركزة في مصر في حالة حرجة جدا، يعني هي نفسها في حالة حرجة، وهي نفسها الحقيقة محتاجة لعناية واهتمام. منظومة الرعاية المركزة محتاجة روشتة علاج، وإلا يبقى مصيرها في الآخر الإنعاش، تروح الإنعاش. عندنا نقص شديد جدا في أسرة المرضى في الرعاية المركزة، عندنا مشكلة كبيرة في طواقم الأطباء والممرضين المؤهلين المدربين للتعامل مع الحالات الحرجة في الرعاية المركزة. عدد الأسرة لا يكفي، المريض في حالة حرجة جدا ممكن تتدهور حالته وأهله، أو هو عمال يتنقل من المستشفى للتاني، طب اعمل له تحويل، طب أصل ما فيش عندنا السرير هنا، التخصص بتاعك ده مش موجود عندنا في المستشفى. دي مشكلة كبيرة. والحقيقة زي ما كنت بقول في بداية الحلقة النهاردة، أنا عارفة أنه في تأمين صحي شامل إن شاء الله مصر كلها بتتكلم عنه، وقانون صدر بالفعل وتم التطبيق في بورسعيد كبداية، وإن شاء الله ينطلق إلى باقي محافظات مصر في خطط زمنية أعتقد ناقشناها كتير. لكن في حاجات لها علاقة بحياة المواطن ما ينفعش استنى فيها لما القانون يتطبق ولما يحصل. أنا محتاجة بشكل فوري أنظر إلى ما يحدث من خلل في مشكلة الرعاية المركزة. ليه طرحنا الموضوع ده؟ لأنه الحقيقة بالصدفة انه في الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا زملائي وانا، يعني بما ان احنا بنشتغل في الاعلام فالمفترض الناس يعني مفترضة فينا ان احنا عندنا اتصالات مع ناس في وزارة الصحة مع المستشفيات، صدفة انه جالنا كذا تليفون ناس ارجوكوا الحقونا، ده فلان والده مش ولا والدته عندها مش عارفة كام وسبعين سنة ومحتاجة تدخل رعاية مركزة، وعمال بقاله ست ساعات بيلف بيها مش عارف يدخلها فين، معرفش تليفون تاني يجي برضو ايه اللي حصل. ومشكلة الحضانات دي مشكلة أكبر كمان، عندنا نقص في الحضانات. المجتمع المدني بدأ مؤخرا يدخل شوية في القصة دي، بس في النهاية المجتمع المدني مش الحكومة. حضانات الأطفال والمبسترين هي كمان فيها تراجع ونقص كبير جدا. مشكلة بقى أنك لما تيجي تراجع الأرقام الرسمية اللي بتصدر من الجهات الرسمية في البلد تحس أن أنت عايش في سويسرا مثلا، وأن كل حاجة تمام ومفيش نقص، لكن على أرض الواقع لا، لدينا مشكلة. لو حضراتكم عندكم اي تجارب او عايزين تتكلموا في هذا الموضوع، تليفوناتنا موجودة على الشاشة طول الفقرة، اتصلوا بينا شاركونا تجاربكم سواء في الرعاية المركزة ما يتعلق بالرعاية المركزة او حضانات الاطفال. خلونا نرحب بضيوفنا الكرام اللي سعداء ان هم موجودين معنا لمناقشة هذه المشكلة الحقيقة الكبيرة. الاستاذ الدكتور سيادة النائب الاستاذ الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وامين عام ائتلاف دعم مصري. اهلا بحضرتك يا سيادة. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا يا سيادة المشاهدين. والأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء أمين عام اتحاد الأطباء العربي، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بسعادتك وبالسادة المشاهدين. ممكن أبدأ سؤال الأول وحتوجه لحضرتك أستاذ الدكتور أسامة، حضرتك طبيب تخدير ورعاية مركزة. رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة بجامعة الأزهر. بجامعة الأزهر، حلو جدا، ده طلبنا. ايه الحالات بس بصفه عامه عشان الناس تبقى فاهمه معانا، لانه احنا مش اطباء، حضراتكم الخبره والاطباء، ايه الحالات اللي بتستدعي رعايه مركزه وعدم دخولها الرعايه المركزه في توقيت محدد ده معناه ان حياتها تنتهي؟ لا، هو شوفي، اي حاله غير مستقره يبقى المفروض تخش الرعايه المركزه. اي حاله عندها حاله صحيه غير مستقرة أو تعبانة أو هبوط أو كده لازم يتوجه للمستشفى، والمستشفى الطوارئ المستشفى هي اللي تحدد إذا كان هيحتاج يخش الرعاية المركزة ولا ممكن ياخد علاج ويروح، ولا ممكن يتحجز في الاستقبال لمدة ساعتين ثلاثة ست ساعات ياخد العلاج الأولي يعني حالته تستقر. لو مثلا مريض عنده أزمة ربوية ممكن يحطوا له ماسك اكسجين وادويه في الماسك الاكسجين ده، وحالته حاله صدره تستقر فيقدر يروح. لو حالته ما استقرتش يبقى لازم يخش الرعايه المركزه. يعني اللي بيحدد المريض يخش الرعايه المركزه ولا لا مش اهله واحساسهم بيه وهو في البيت لما تعب، انما هو طبيب الطوارئ. هو لما المريض يتعب فجاه المفروض ياخدوه ويروحوا للمستشفى لاقرب مستشفى ليه. طوارئ المستشفى هي اللي تحدد اذا كان هيحتاج سرير رعايه مركزه ام لا. حلو. سياده النائب، الرعايه الطوارئ حددت وقالت ان هو محتاج، لو قالت مش محتاج خلاص قالت ان هو محتاج بس ما عنديش مكان. ده هنا في القانون في الدستور في حق المواطن المصري انه الدوله توفر له الرعايه الصحيه اللازمه، موقفه ايه يا فندم؟ لا، هو طبعا ده دستورا وقانونا وكل حاجه وانسانيا وعرفا لازم تتوفر له الرعايه اللازمه.
بس برضو عايزين نشوف اسباب النقص ايه. تمام. يعني احنا اولا اقل من المعدل العالمي في عدد السراير الرعايه المركزه بشكل كبير. يعني احنا بنتكلم على ان كل هنا في مصر تقريبا المعدل بتاعنا دلوقتي 1.6 سرير لكل 1000 مريض. في الهند 5 لكل 1000، في امريكا 10، في السويد حيثما الرفاهيه بقى والحاجات دي كلها حوالي 12 لكل 1000. فاحنا سرير 12% لا 12 سرير لكل 1000 واحد. كل 1000 مواطن لهم فرصه 12 سرير يبقوا افيلبل. احنا 1.6 سرير عادي بوجه عام. سرير رعايه. سرير عادي ولا رعايه؟ سرير رعايه. سرير رعايه. تمام سوري. تمام. النهارده مشكلتنا مشكله اشار اليها الاستاذ الدكتور اسامه سريعا، بس عايز اركز عليها، انه معظم اهالينا لا يقتنع باللي بيقوله دكتور طارق، حيث انه مفتقد الرعايه الاساسيه، بيعتقد انه مفيش رعايه الا في الرعايه. ويمكن دكتور اسامه يعني بيصر المريض مهما كان هيدفع على انه يدخل قريبه او اللي يهتم بيه الرعايه. طب دخله لنا الرعايه شويه او خليه في الرعايه شويه. هذا المفهوم اصبح لدى المريض انه منتشر. منتشر ليه؟ لانه هيحصل على الرعايه بجد، انما ما دون ذلك مفيش الرعايه المطلوبه. فدي عامله ضغط. ده قبل بس ما ننتقل للنقطه الثانيه، ما دي يا سياده النائب ممكن نعذر المواطن فيها لسبب، لانه بنشوف المستشفيات الحكوميه اللي هي بنتكلم عليها النهارده المريض ممكن يبقى في عنبر، انا اسفه في الكلمه، مرمي بلاش، موجود وسط حالات تانية كتير، ممكن يطلب التمريض يجيله بعد قد كده، ده لو جاله. فما هو الحالة دي، فالمريض بيدخل مع أهله بيقولك لا أنا عايز رعاية مركزة. في عندنا ستيريوتايب أو صورة نمطية بتقول إنه الرعاية مركزة أفضل بكثير من وعشان كده في حالات الخدمة الصحية العادية، وبالذات في المستشفيات الحكومية بتدخل رعاية مركزة الحقيقة مش محتاجة، أو بتقعد مدة أطول، ودي بتحتل سرير محتاجه حد بجد محتاج رعايه مركزه. دي نمبر 1. نمبر 2، ما عندناش عنايه او رعايه او صيانه دوريه. على فكره الاوضه الرعايه وبرضه الدكتور اسامه هيوضح بتكلف كام؟ فوق المليون دلوقتي، اللي هي كانت 600,000 700,000 قبل التعويم. سرير الرعايه بيكلف الغرفه، السرير بالغرفه بالكلام ده كله بتزيد عن مليون وشويه. السرير بجهاز التنفس الصناعي اللي ملحق بيه بالمونيتور، الفنتليتور بالمونيتور بيزيد دلوقتي عن مليون. يزيد عن مليون. يعني يدخل في مليون. انه قبل التعويض كان 600,000 700,000. اعتقد دلوقتي هيزيد عن مليون شور. فاذا الغرفه الواحده بنتكلم في مليون. لما يبقى عندي تقريبا في مصر كلها حوالي 7,000 سرير، يعني انا عندي 7,000 سرير. قولوا لي بقى الاحصائيات ايه يا فندم؟ ليه اخر احصائيه هقول لحضرتك، اخر احصائيه رسميه وزاره الصحه طلعتها كانت في شهر 7/2017، يعني من 7/2017 اللي فات. قالت ان عدد الاسره وصل ل 4016 على مستوى الجمهوريه. ده الحكوميه. الحكوميه ايوه، ما لهمش دعوه بمستشفيات الجامعه. لا تمام. والدكتور احمد عماد وزير الصحه والسكان قال ان شكاوى نقص اسره الرعايه مركزا انخفضت كتير بعد ما زادت عدد الاسره في الفتره الاخيره. لا هو 4600 دي ما تعملش حاجه خالص، لكن انا عندي 3600 او اكتر في المستشفيات الجامعيه، ال 109 مستشفى جامعي، وعندي كمان بعديهم في المستشفيات الخاصه عدد مش بطال، يعني عدد كبير جدا. فاحنا بنتكلم على 7 وشويه. اذا كان الحكومي 4600 دلوقتي، ال 4600 دي مشكلتها في التوزيع. يعني حضرتك هتلاقي توزيعها في المدن والمدن الكبيره نسبيا، وبعدين في مثلا في الصعيد، انا زرت الاقصر واسوان لقيت غرف عنايه مركزه كثيره جدا ما فيهاش مرضى. ما فيهاش مرضى. يعني انت حضرتك ما بتوزعيش الرعايه المركزه على الكثافه السكانيه، او حتى على تعملي يعني ال 4000 وشويه دول اصلا مش لا 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 قليلين طبعا جدا. قليلين. لا احنا بنتكلم على السبعه اوريدي قليلين. السبعه اوريدي قليلين. احنا محتاجين 14,000 سرير عناية مركزة تقريبا عشان نبقى بنتكلم على الاقتراب من المعدلات العالمية. محتاجين 14,000 او اكتر شويه. يعني من 14 ل 17,000 تقريبا حاليا. دلوقتي عندنا 7,000. احنا عندنا 7 تقريبا عطلان منهم 9. يعني ايه 7 عطلان منهم 9؟ يعني نسبه لا مبالغه، كنايه عن انه نسبه العطلانين يعني في الرعايه فوق ما تتخيل. عطلان بقى بمعنى ايه؟ بمعنى انه العطل ده. لا اصل الغرفه الرعايه دي اجهزه وتقنيه وتمريض متخصص. لا لسه ده عنصر تاني بقى، ده موضوع تاني خالص. الممرضه اللي ممرضه والدكتور الرعايه غير الممرضه اللي في الغرفه العاديه. طبعا طبعا العنصر البشري ده هو احنا عندنا العنصر البشري ده لوحده ده مشكله كبيره جدا.
لكن انا بتكلم على ان معظم هذه الاجهزه معظمها فيها اعطال او عطلان ما بيشتغلش. ليه؟ لانه برضو احنا عندنا بوجه عام صيانه دوريه مش متوفره قوي، وده من زمان على فكره، مش بتكلم على دلوقتي. يعني محتاجين، انا يمكن كان في شركه فيليبس بتقول لي ان الاجهزه اللي عندكم في مصر الطبيه لو اتصلحت تكفي جدا ان مصر تبقى عندها خدمه طبيه غير طبيعيه، لان عندكم كم من الاجهزه. ده كان مدير فيليبس في لقاء معاه قال كم من الاجهزه انا عمري ما شفت بلد فيها الكم ده معطل. سياده النائب، بشتري جديد واسيب العطلان. سوق التوزيع الجغرافي ده مشكله مين يصلحه؟ لا الوزاره طبعا، وزاره الصحه طبعا، لازم يبقى في وحده التخطيط. وحده التخطيط في الوزاره، انا عندي مثلا مشاكل معينه بتستدعي عناية مركزة في محافظة بستنتجها من خلال دراستي للديموغرافية للمحافظة دي، بتقول ان المحافظة دي فيها نسبة مثلا حوادث كتيرة قوي، محتاج يبقى فيها كذا غرفة عناية مركزة، وما لاقيش فيها، ولاقي في محافظات دايما اللي هي اسكندرية، القاهرة، الجيزة، هنلاقي في الأقصر، هنلاقي في أسوان، هنلاقي في محافظة في بعض بالإضافة لانه كل او معظم اللي بيجوا يقعدوا في معهد ناصر وفي القاهرة وفي أيوة كل الحاجات دي كلهم بيجوا جايين من الريف. ايوه بالظبط كده، لانه حضرتك مستحيل. طب ما هو الكلمه دي عايز اقولها لوجه الله، مستحيل هتبقى في صحه الا اذا كان بقى في صحه في الريف. في الريف وانت ما عندكيش صحه في الريف، قولا واحدا. لازم تبداي من الريف. لازم تبداي من الريف. ليه يا سياده؟ لانه احنا 70% من الحالات اللي بتيجي في القاهره هنا وبتيجي في المدن الكبيره تتعالج بيبقوا جايين من الريف، لنقص الامكانيات الطبيه، لنقص سريرة الرعايه في الريف، لنقص الاطباء، لنقص التمريض، نقص الاهتمام. انا الحقيقه هنا مش عشان اهاجم، بس يعني لا احنا بنتكلم عن الريف. عندنا، لا انا بتكلم عني انا، ما كانش عندنا اهتمام او استراتيجيه في السنتين ثلاثه اللي فاتوا ان انا اركز على فكره الصحه في الريف. يعني ما كانش عندي فيجن او رؤيه ان انا ما عدتش كده انا كوزاره صحه اقول تعالوا نعمل اناليسز، نعمل احصاء يعني تحليلات واحصائيات. ده انا فعلا 70% زي ما الست النائب بيقول من المرضى اللي بيجوا لي مستشفياتي يتعالجوا هنا جايين من الريف. اذا الريف فيه مشكله، تعالى وريني ايه اللي عطلان عندك، الاجهزه اللي محتاجها، التمريض اللي انت عايزه، العنصر البشري. انا ما عملتش ده دكتور اسامه، ما فكرتش فيه. هو بصي خليني اضيف على كلام الاستاذ دكتور مجدي حاجات مهمه. احنا عندنا نقص مطلق في العدد الكلي زي ما بيقول الدكتور مجدي. يعني مثلا احنا المفروض يبقى عندنا اكتر من 13-14 ألف. الحقيقه هو احنا عندنا ايه نقص. احنا المفروض يبقى عندنا مثلا عدد الاسره، هو دايما بتتنسب اسره الرعايه المركزه لعدد اسره المستشفيات. المفروض زمان مثلا من 20 سنه، لان ده تخصصي بقى، كان المفروض 5% من أسرة المستشفى تبقى رعاية مركزة. يعني لو عندك المستشفى دي 200 سرير يبقى فيها 10 أسرة رعاية مركزة. ده المفروض اللي كان يحصل. وبعدين مع التطور ومع زيادة متوسط عمر الإنسان في العالم كله، ومع زيادة الأمراض، حالات القلب زادت وحالات الكانسر زادت وحالات وحالات وحالات، فبقى أصبح دلوقتي عدد أسرة الرعاية المركزة بالنسبة لعدد أسرة المستشفى من 10-15%. مظبوط. احنا عندنا في مصر اجمالي، دي اخر احصائيه رسميه طلعت، اجمالي الاسره كلها سواء قطاع عام او قطاع خاص او جامعه، يعني الجامعه بنعتبرها مع القطاع العام، 125,000 سرير في المستشفيات تقريبا. نحن نتحدث على المستشفيات الحكوميه. لا كله. كله. احنا بنتكلم يعني على دخلت فيها الجامعيه؟ بما فيها الجامعيه والخاص، المستشفيات الحكوميه والجامعيه. طب ممكن استاذن حضرتك في حاجه قبل ما نكمل؟ دي احصائيات مهمه جدا، ممكن اخد بعض الاتصالات بس عشان الناس عايزه تشاركنا تجاربها او ارائها في الموضوع ده بعد اذن حضرتك. خليني اخد اسمع صوت الصعيد، جابر المنيا، اتفضل يا استاذ جابر. ازيك يا باشا؟ اهلا بيك، معلش ونبي يا باشا وطي التلفزيون جنبك. حاضر ماشي. اتفضل يا استاذ جابر، انت على الهوا، اتفضل. ايوه انا عندي اسم جابر محمد، جابر محمد حسد من محافظه المنيا. تمام. فشتك جالي دور تعب كده، يعني بنزل لمؤاخذه دم من ورا، ورحت مستشفى الجامعه المنصوره،
دخلونا المستشفى. اسمع اتفضل يا استاذ جابر. رحت مستشفى المنصوره وبعدين هو من منيا كشفت جراحه فدخلوني حجزوني يعني حجزوني في المستشفى. ده مستشفى المنصوره العام ولا الجامعي ولا ايه بالظبط؟ لا المستشفى العام. طيب اتحجزت ايه؟ اتحجزت رعايه مركزه ولا ايه؟ لا مش لا مركزه، كان كنت بجيب دم من ورا و يا استاذ جابر بس في نقطه مهمه جدا قالها وضيوفي طبعا اخذوا بالهم منها، ان هو في المنيا لما راح المستشفى راح المنصوره. هنتكلم في دي. استاذ عصام قاهره اتفضل يا فندم. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم اتفضل. ارحب بحضرتك وارحب بالساده الاطباء. اولا اول شيء ان الموضوع ده مهم جدا لوزاره الصحه، يعني ده العامل الاساسي في وزاره الصحه. اول حاجه في الرعايه الحرجه دي ويعني في الرعايه المركزه ببقى دايما بلاقي عدم توفر اطباء ولا تمريض ولا من اول القاهره لحد شلاتين، يعني ما فيش في المناطق النائيه كلها ما فيش اساسا اطباء. عندك اي تجربه يا فندم شفت او شفت حد قدامك؟ انا ابني حضرتك كان عشان اوفر حضانه قعدت اكتر من اسبوع اتصل ب 137 يوديني يمين ويوديني شمال. انا كنت هسال على 137 139. هو 137 137 بتكلمهم الطوارئ، بتكلم الطوارئ يوم مثلا يوجهني يقول لي في مكان هنا ومكان هنا ومكان هنا، افضل اروح التقرير يقول لي الدكتور يكون مش متواجد اروح نظام شحططه. فالواحد بصراحه تعب وده حقه. وفي الاخر لقيت حضانه لابنك؟ طيب الحمد لله يعني لقيت بره خارج قطاع الحكومه. والواحد بيتشحطط والواحد بيتعامل بمعامله اساسا غير ادميه، ان هو يطلب اول حاجه يقول لك هات 5000 جنيه تحت الحساب 2000 جنيه تحت الحساب. كل الناس بتتعامل بالطريقه دي، فالناس مش قادره تبقى معاها قدر المعيشه. في ناس مش يعني لو انا معايا في ناس مش معايا غيري، فياريت يهتموا بالموضوع ده، يبقى في توفر اطباء، تدريب للاطباء والتمريض خصوصا للمخ والاعصاب، ودكاتره التغذير دول قليلين جدا والمخ والاعصاب قليلين جدا، يعني حدث ولا حرج في موضوع الصحه ده بالذات. بشكرك. حاضر بشكرك يا استاذ عصام. وهنتكلم احنا والله دي فقرتنا مخصصينها للكلام في الموضوع ده. مين معانا يا شباب؟ اخد اتصال كمان. مهندس عبد الرؤوف القاهره اتفضل يا فندم. بص يا ستي انت بتتكلمي في منظومه غير اللي بدات فيها الحلقه. ازاي احنا بقى عندنا مشكله زي ما انت قلت في الاول عايزه بتاع ده عنايه مركزه وبيلفوا بالهم 6 ساعات. حلو. الموضوع ده لازم يتعمل له منظومه هو والاطفال، برنامج يتحط على النت بالاسره بعدد الحضانات، وبعدين اي مخالف جريمه، يعني واحد عنده 10 اسره وموجود على النت وانا دخلت على النت عرفت ان عنده في شرايط فاضيه رفض، لازم التفتيش تيجي تغرمه. طب ثواني يا باشمهندس، لان سياده النائب الحضانات. طيب ايوه سياده النائب هيكلم مع حضرتك لان هو بيقول اعتقد ان النظام ده موجود. ده موجود وهو ده اللي معتمد عليه 137، يعني 137 المفروض ان هو بيدخل يشوف السراير المتوفره فين بالظبط وبيوجه المريض لها. القضيه الاساسيه عدد الاسره غير كافي. يا فندم ناس كتير بتقول لك ان 137 ما بتساعد، يعني بتحاول تساعد بس مش لحق. لانه عنده الحقيقه مشكله كبيره جدا انه الديماند او الطلب على 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 السراير العنايه المركزه اعلى بكتير قوي من عدد السراير المتاحه عندي. حضرتك كنت تعرف يا باشمهندس ان النظام ده موجود اللي حضرتك بتقترحه ده؟ ما هو ده 137، هو ده فكرته انه عنده شبكه بالجمهوريه كلها فين العنايه المركزه وفين الحضانات. طيب بس هو قال كلمه مهمه برضه، قال إن اللي مخالف تطبق عليه بقى عقوبه او لا. هو كان بيهدف لحاجه ثانيه، انه المريض نفسه يبقى يقدر على الموبايل مثلا حاجه شايف السراير وبالتالي يتمكن من انه يقول يتوجه للمكان ولو خالف يتحب. ده موضوع ثاني بقى. وده نقدر نعمله؟ لا ده مش لا يعني صعب، مفيش حته في الدنيا صعب، مفيش في العالم. خليني خليني اكمل فكره. اتفضل. عشان طب انا بس عايزه لما نخلص فكره حضرتك لا نرجع لفكره استاذ جابر اللي هو كان من المنيا وكان عنده مشكله صحيه اضطر يروح المنصوره. ما هي فكره البعد الجغرافي برضو. اتفضل يا فندم. خليني اكمل الفكره وناخد فكره كده من الافكار الاساسيه علشان يبقى الحوار بناء. احنا بنتكلم على لما يبقى عندنا 125 ألف سرير
في مصر في المستشفيات كلها سواء قطاع عام وجامعة أو قطاع خاص. يبقى القطاع العام والجامعات ومملوكة للدولة 93,000 وكسور، حوالي 100,000 مثلا، والخاص حوالي 30,000. لما أجي أشوف سراير الرعاية المركزة المفروض يبقى عندي من 10-15% سراير رعاية مركزة متوفرة. من 10% قولي 10% من 125,000 يبقى 12,500 أو يوصلوا ل 17,500. ده الهدف، ده المستهدف لينا. دلوقتي احنا المتوفر أقل من كده. هو لما اللي كان متوفر على فكرة من سنتين، أنا عشان أقول حصل إهمال شديد جدا للصحة على مدى 20-30 سنة. صحيح. كويس؟ صحيح. وعشان كده المصريين قاموا بثورتين، يناير و30/6. الإهمال الشديد ده احنا النهاردة الإدارة اللي موجودة مش مسؤولة عن الإهمال اللي حصل ده كله، إنها مسؤولة عن إيه؟ إنها تحط خطة تصلح هذا الإهمال وتصرف الفلوس الصح في المكان الصح. بالظبط. فهم عشان كده بيقول لك الوضع اتحسن، انما ما اتحسن نسبيا. يعني هو كان فيه 1800 سرير فعلا من سنتين بالظبط، وصلوا حوالي 5000 سرير وشويه، او الرقم اللي انت حضرتك قلتي 4016 على مستوى الجمهوريه. ده الحكومي. الحكومي. ده الحكومي وصل ل 4000 وشويه. كويس. هذا ال 4000 وشويه، المشكله انه في البرايفت بقى حوالي 6000. هنا النسبة مختلة. المفروض العكس. المفروض العكس طبعاً. لانه البرايفت اللي هو الخاص معينة من الناس. الخاص في الرعاية المركزة مكلف لدرجة ان حتى بتاع الطبقة المتوسطة او الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة لا يستطيع. اليوم يا استاذة منا بيتكلف من 5-7000 جنيه، لان صحيح. احنا لما بنقول الاوضة، لما بنقول السرير بتكلف مليون جنيه، يبقى انا لو مستشفى خاص ومكلف السرير ده مليون جنيه لازم اعوض الفلوس اللي دفعتها. اعمل ريتيرن اوف انفستمنت. برافو عليك. ريتيرن اوف انفستمنت على هي كده الخاص هو كده يا فندم. انا اوفر المفروض كمان الريتيرن اوف انفستمنت على 5 سنين، لانه لو هيجي على 10 سنين انت محط الفلوس في البنك. لو هيجي 10% في السنه اخدهم من المريض احطهم في البنك. انما دايما اي حد بيعمل مشروع ومشروع محترم بيبقى هدفه انه يعودة راس المال ده او ريتيرن اوف انفستمنت على 5 سنين، يبقى 20% في السنه. فيبقى حوالي 200,000 في السنه، يبقى حوالي يعني مبالغ يعني. طيب انا ال 125,000 سرير اللي حضرتك ذكرتهم دول سرير رعايه مركزه. أيوة. ما بين عام وجامعه. لا، 125,000 سرير بشكل عام في المستشفيات كلها. طيب انا الرقم ده عايز يبقى كام عشان يبقى عندي منظومة صحية متكاملة أو فير بتقدم خدمة عادلة للمواطن المريض الذي يحتاج رعاية مركزة؟ لا ده يا أستاذة منة أنا بتكلم 125,000 سرير في أي مستشفى، سرير كلها مش الرعاية بس. لا مش الرعاية، ده علشان أنا بعمل كده. ليه الأول الرقم ده يا فندم؟ ده احنا 100 مليون يا فندم. طب هقول لحضرتك بس أنا هقول لحضرتك رقم صادم يعني يمكن هيصدم. ال 125,000 دول كانوا موجودين سنة 1998. يا خبر. يعني حضرتك أنت 1998 كان عندك، ودي أرقام، كان عندك بالظبط 71,600 سرير حكومي. تمام؟ سنة 2011 برضو عايز اقول ان احنا ابتدينا نشتغل صح من بعد المرحلة الاخيرة. سنة 2011 بقى بقينا 41,000، يعني نزلنا من 71,000. عشان في عندي اسره طلعت مثلا اوت اوف اوردر خارج الخدمه، في بنتهت وفي استهلاكات وفي مستشفيات اوريدي يعني طلعت بره الخدمه. طلعت بره الخدمه وعلى فكره عندي اسره جاهزه لكن معطله ما بتشتغلش. ده الكلام اللي عايز اقوله. الفرق ما بين انه الحكومي وصل 41,000 ودلوقتي وصل 93,000، لا في قفزه في السنوات الاخيره معقوله جدا. كام من كام لكام تاني معلش؟ احنا كنا 71,000. كنا 71,000 سنه كام؟ المستشفيات الحكوميه سنه 1998. بقينا 41 سنه 2011. رجعنا 93 دلوقتي سنه 93,000 سنه 2018. في تقدم من بعد 2018 رجعنا 125. لا رجعنا 93، بتكلم عن الحكومي بس. الحكومي انا بس؟ مطلع لان عايز اقول لحضرتك ارقام ثانيه لازم يبقى لها دلاله رغم ان انا مش ضد. طب اسمح لي ممكن قبل الارقام دي برضه اتصال ثاني معلش بعد اذن حضرتك، لان انا يهمني جدا الناس تشارك معانا. نخلي الاتصال بين فكره وفكره. حاضر استاذ هشام. حاضر هنظبطها. استاذ هشام اتفضل. صباح الخير. مساء النور يا فندم اتفضل.
أنا شايف إن موضوع نقص الحضانات نتيجة إن نسبة الولادة القيصرية في مصر 100%، المفروض نسبة الولادة القيصرية للولادة الطبيعي ما تزيدش عن 10-15%، كله دلوقتي بيولد على 33 أسبوع، 34 أسبوع، 35 أسبوع، بيكون وزن الطفل لسه 2 كيلو، 2 كيلو ونص، فكل الأطفال دي بتعوز حضانة، لو إحنا كمان الناس ترجع تولد طبيعي زي العالم كله، الناس كلها بتولد طبيعي، ليه هنا كل الناس بتولد قيصرية؟ حرام. بشكرك بشكرك بشكرك، أثرت نقطة في منتهى الأهمية، ليه في السنوات الماضية أصبحت الولادة القيصرية هي الأسهل والأقرب للأطباء؟ ده هتكلم فيه مع ضيوفي الكرام، بس أخد اتصال كمان. أستاذ أشرف اتفضل يا فندم. أستاذ أشرف اتفضل يا فندم. طيب معلش الخط قطع بعتذر. احنا هناخد فعلا اتصالات من كل فكره والتانية. انا دلوقتي بس عايز ارجع على الارقام قبل ما اروح الرقمين التانيين بسرعه. هي سراير القطاع الخاص، سراير القطاع الخاص كانت في 1998 15000 سرير، بقت في 2011 29000 سرير، يعني تضاعفت. هي تضاعفت والمستشفيات الحكوميه تناقصت. ايوه يا فندم، لانه القطاع الخاص لازم زي ما قلنا دي لازم نقف قدامها شويه. بس لازم نقف قدامها شويه لانه لا يجوز ان يتناقص. فحصل انهيار زي ما استاذ الفاضل الاستاذ الدكتور اسامه بيقول، حصل انهيار جامد جدا في الصحه في فترات طويله. احنا دلوقتي بنهتم، وعلى فكره حلول كثيره جدا لو تم تطبيق التامين الصحي بشكل كويس قوي ان شاء الله هتتحل مشاكل كتير من هذه المشاكل اللي احنا بنذكرها. طيب ودي بدايه مهمه للدكتور اسامه وحضرتك برضو ذكرتوها. انا عندي اسره اوت اوف اوردر، خليني ارجع معاك اخلص فكرتي. عندي اسره جاهزه بس معطله. معلش والنبي، هو في فكره انا عايز اتنقل عشان نخلص فكرة عشان ما نتوهش المستمع في ارقام. اتفضل. احنا في الاخر، لا بس الارقام دي مهمه. طبعا طبعا. لا يعني ما انا قلت المشاهد لازم، يعني المتابع ومهتم بموضوع فقرتنا هيهمه يعرف احنا طبعًا. كنا كام سنه 98 وكام النهارده. أيوة. والانحدار اللي حصل في الاسره في احنا في خلال فعلا في خلال وفي خلال السنتين اللي فاتوا دول زادت الاسره من 18000 ل 4 وشويه، ولكن الاربعه اسره الرعايه المركزه المملوكه للدوله غير البرايفت، الزياده دي لا يعني ما تكفيش الاحتياج الحقيقي. تمام. انما زياده significant، زياده يعني تعبر عن مجهود اتعمل ولكن مش كافي. المطلوب احنا عايزين نوصل لاكثر من حوالي 15 او 16 الف سرير. حلو. اللي عندنا دلوقتي في العام قلنا 5، وفي البرايفت في الخاص حوالي 6 او 7، وده نسبه مختله. فاللي انا عايز اقوله ايه، الفكره اللي انا عايز اقولها، الاول العدد الكلي اللي موجود في مصر سواء حكومه او خاص اقل من المطلوب، وعشان كده المريض ممكن يفضل يلف وما يلاقيش سرير رعايه مركزه. واللي يزود المشكله اكتر نمره واحد بقى، في هذا العدد المحدود في خلل في التوزيع، نلاقي عدد الاسره اللي موجوده في المدن او في المحافظات الحضريه اللي هي زي القاهره واسكندريه اعلى بكتير بالنسبه للمرضى بتوعها، اعلى بكتير من عدد الاسره اللي في سوهاج وفيوم ومش عارف ايه في المحافظات الريفيه. فعندي خلل في التوزيع، حتى انت عارفه عندنا امكانيات قليله، يعني وهذه الامكانيات القليله عندي خلل في الامكانيات وخلل في العنصر البشري وما عنديش اسره كفايه، وكمان عندي سوء تنسيق او سوء توزيع جغرافي يا فندم. وبعدين امال انا بعمل ايه يا سياده النائب؟ اهم سوء توزيع احترامي يعني. اهم سوء انا كوزاره الصحه اهم سوء توزيع يا استاذه منى. ايه بقى اخطر سوء توزيع اللي انا سايبه لاخر الفكره، انه الخاص عدده دلوقتي اكتر من العام، لما يبقى الخاص اكتر من العام يبقى انت بتفترضي ان نص المجتمع اغنياء، وده مش الوضع اللي احنا فيه. وبالتالي حتى الطبقه المتوسطه زي ما حضرتك ذكرت هي خلاص، هي حتى الطبقه المتوسطه لا تستطيع، لانه الطب بقى مكلف. دلوقتي في مصر يقدر يتحمل فكره انه يبقى ليه مريض في الانتنسيف كير بيدفع له 5 6 7000 جنيه يوميا؟ لا، دي الشريحه العليا خالص من المجتمع. وما يزيدش عن 10% او 5% من المجتمع، وده اللي انا عايز اقوله بقى، انه الطب بقى مكلف جدا خاصة لو في الرعاية المركزة. وبالتالي لابد من زيادة الأسرة بتاعت الجامعة والمستشفيات العامة والمملوكة للدولة. نمرة اتنين، الإسراع جدا في تطبيق نظام التأمين الصحي، أو أنه اللي هو سواء تأمين صحي أو مشاريع تغطية صحية، لأنه ما حدش يقدر لما يحتاج رعاية مركزة يقدر يدفع. طيب. غير شريحه قليله قوي من المجتمع. طب نقابه الاطباء يا فندم، وحضرتك طبعا يعني عضو بارز فيها،
انا وكيل النقابه. وكيل النقابه. نقابه الاطباء يا فندم هنا دورها ايه قبل ما انتقل لدور البرلمان طبعا؟ لان انا عارفه دكتور مجدي الحقيقه احنا سته نائب اتناقشنا كتير في مواضيع متعلقه بالصحه، وانا عارفه ان هو بيسجل اعتراضات كثيره وبيأيد الحاجات اللي بيشوفها الحقيقه يعني دورها بتقدم بشكل كويس. حضراتكم في النقابه دورها نمره واحد إيه بحكم ده؟ الدستور المشاركه في وضع ومناقشه السياسات الصحيه واي سياسات تخص الصحه علشان صحه المواطن. الدستور بيقول كل النقابات المهنية تشارك في وضع السياسات والقوانين اللي أو مناقشة وإبداء رأيها ودراسة الأمور دي فيما يخصها. إحنا في النقابة فيما يخص الصحة متواصلين تماما مع البرلمان ومع الدكتور مجدي مرشد ومع لجنة الصحة، وحضرنا مناقشات التأمين الصحي وبنحضر مناقشات قانون المسؤولية الطبية وبنتواصل مع الوزارة. ده اهم مستوى على المستوى الاستراتيجي اللي هو ان والكلام اللي انا بقوله ده والارقام ومحاوله كل ده جميل يا دكتور اسامه، بس انا بالنسبه لي كمواطن اهتمام حضراتكم على مستوى المواطن بقى على مستوى اهتمام حضراتكم بس انا بقول النقابه على مستويين اوصل الفكره بعد اذنك يا فندم. اهتمام حضراتكم بالنقابه وتعاونكم واتصالكم مع البرلمان في النهايه مش عامل لي انا فايده. ما انا هقول لحضرتك انا ما زلت عندي ازمه مش لاقيه سرير رعايه في فايدتين هيحصل. بصي ما انا هقول لحضرتك في فايده على المدى البعيد وفي فايده على المدى القصير. الفايده اللي على المدى البعيد لانه لازم تحل المشاكل دي بتغيير زي السياسات زي سوء التوزيع الجغرافي اللي حضرتك بتغيير عنه. السياسات الصحيه اللي موجوده ووضع سياسات لحل المشاكل جذريا واخد بال حضرتك، وده اهميه وضع سياسات صحيه واهميه مشاركه النقابات والجمعيات والمواطنين في صنع السياسات دي. على المستوى الحالي والسريع اللي هو دور النقابه بقى، احنا بنعمل دورات مثلا لانه عندنا على ده الموضوع الفكره اللي نناقشها بقى في جزء ثاني من الحلقه. المدى القريب. احنا بنعمل دورات دائما لتدريب الاطباء. المدى القريب والمدى البعيد. المدى القريب اللي هو تحسين العنصر البشري لانه من اهم عناصر المشكله بتاعت الرعايات المركزه هو نقص العنصر البشري المدرب اللي هم الاطباء والتمريض. واحنا متفقين ان طبيب وممرضه او ممرض الرعايه المركزه محتاج ليه تدريب معين، محتاج ليه كفاءات معينه. بالظبط. ففيما يخص الاطباء احنا بنعمل انشطه ومع حتى عاملين بروتوكول تعاون مثلا مع وحده الدكتور شريف مختار بتاعه القصر العيني بتاعه الطب الحالات الحرجه انه بنعمل دورات مستمره سواء في القاهره او في المحافظات للانعاش القلب الرئوي ودورات شبه مجانيه يعني، والاساتذه اللي بتوع هذا التخصص متبرعين في كل النقابات. المفروض ان ده دور سواء وزاره الصحه او المستشفيات الجامعيه، دور المستشفيات ان خليني برضو اول حاجه قبل ما اخد اتصال تاني. الحقيقه انه البعض ممكن يتساءل دلوقتي يقول هو ليه الحوار ما فيهوش ممثل عن وزاره الصحه؟ مع كل احترامي طبعا لحضراتكم يعني وادواركم المهمه طبعا مهمه. خليني اشرح، وانا الحقيقه لست من الناس اللي لما بنحاول مثلا نسعى انه يبقى في شخصيه معينه او مسؤول او ضيف معين معانا فلاي ظرف ما يجيش نطلع نهاجمه، احنا عمرنا ما بنعمل ده. لكن الحقيقه انه التواصل مع وزاره الصحه مؤخرا اصبح شيء صعب جدا، وده الحقيقه مش انا ما بقولش الكلام ده عني انا بس، انا بتكلم عموما احنا في وسط واحد وبيننا اتصالات. احنا طلبنا الدكتور شريف وديع مسؤول الرعايه المركزه بوزاره الصحه يكون معانا على الهواء، وهو شخص متواصل معانا جدا ويعني متعاون جدا، والحقيقه انه قال لنا انه بس هيكون بعد الساعه 6 النهارده مرتبط ب يعني ارتباط اخر فارتباط عائلي، فاتفقنا انه هنبعت له كاميرا ونساله، حتى كنا التقرير هنذيعه لحضراتكم ونساله نقول له يا فندم 1 2 3 ايه المشكله، ونرد على جزء كبير من الاساتذه ضيوف الكرام بيقولوه. احتاجنا الحقيقه بس موافقه من وزاره الصحه عشان نجري هذا الحوار مع دكتور شريف وديع. مفيش موافقه. ليه وزاره الصحه مش عايزه تتكلم في ملف الرعايه المركزه؟ احنا بالنسبه لنا ده شيء غريب جدا، لا نهاجم بس الحقيقه انه لازم نتكلم. يعني كل الاسئله اللي الاساتذه بيقولوها والنقاط وسوء التوزيع الجغرافي والانحدار الحكومي وارتفاع الخاص دي كلها حاجات الحقيقه الاجابات موجوده عند وزاره الصحه فيها. فانا بس يعني بطرح فكره او بشرح ليه ما معناش جانب ممثل عن وزاره الصحه، لانه بقالنا ايام بنتواصل مع وزاره الصحه عشان يكون معانا حد بيتكلم بالنيابه عنها، والحقيقه انه لا عارفين نوصل لهم ولا لما بنوصل لهم بيقولوا لنا تمام احنا معاكم في هذا النقاش. خلونا ناخد هاتفيا استاذ محمد قبل ما نشوف بس بوبس في اراء الناس في الشارع.
اخد ابراهيم. معلش استاذ ابراهيم اتفضل. من فين يا فندم؟ ده اهليه. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابراهيم عوض من مركز الازهر الاهلي. اهلا بيك. حضرتك مركز الازهر الاهلي. مين؟ مركز بالازهر اهليه. اتفضل يا فندم. تمام يا فندم. حضرتك ليه ما يعملش ربط بين المستشفيات وبعضها بحيث ان هو يعني المريض لما يعني مثلا ما يطلع بمستشفى المستشفى اللي هي اللي هيطلع عليها على طول ربط ببرنامج مثلا بينه ومرض. يطلع من المستشفى على ايه؟ معلش مش فاهمه. على موجود فيها السيرفر بتاع الرعايه المركزه. انا مش فاهمه يا شباب. لو انتوا الصوت عندك بيقطع. ثواني يا استاذ ابراهيم. مفيش ربط بين المستشفيات وبعضها. ده اللي حضرتك عايز تقوله؟ انا زمايلي المريض يطلع من المستشفى. ايوه. يروح على المستشفى الثانيه. ايوه. في الوقت التوقيت نفسه، حجز من مستشفى لمستشفى. لما المستشفى الاولانيه تعمل لك تحويل على مستشفى ثانيه. ايوه حضرتك. يعني انا مطلوب مني ليا رعايه ان انا اطلع على سرير الرعايه الفاضي في مستشفى كذا. ماشي. بس او الحضانه اللي موجوده في مستشفى كذا اروح عليها. برنامج مرتبط بالمستشفيات كلها. بشكرك يا استاذ ابراهيم. حاضر. استاذه سعديه اتفضلي يا فندم. الو. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحيي ضيوفك اللي معاك حضرتك وبحييكي. الله يخليكي. انا كنت تعبانه جدا ورحت العنايه المركزه، قالوا لي لازم تخش عنايه مركزه. كنت في الهلال تامين صحي. قالوا لي لازم تخشي عنايه مركزه دلوقتي حالا، بس ما عندناش سرير للاسف. راحوا محولين على القصر العيني. رحت القصر العيني قالوا لي ده انت محتاجه سرير عنايه مركزه دلوقتي فورا. طيب دخلوني قالوا لي ما فيش برضه سرير في القصر العيني. وانا ما كانش معايا فلوس اساسا اخش مستشفى بره خارجيه، عنايه مركزه بره. عملتي ايه يا سعدية؟ والله روحت البيت وخدت العلاج وفضلت تعبانه يومين ثلاثه كده، نفسي مش قادره اخده وقلبي واقف وكده وخلاص على كده. يعني رحت الهلال قالوا لي لازم عنايه مركزه فورا. رحت القصر العيني قالوا لك لازم رعايه مركزه. بس ما عندناش سرير. بشكرك يا سعديه، الف مليون سلام عليكي. هي نفس الفكره طبعا. شوفي احنا كنا بنناقش في الحكايه دي مع المسؤولين في الوزاره واتفقنا مفيش حاجه، وانا بعرف المواطنين اهو مفيش حاجه اسمها اروح مستشفى يقول لي انت محتاج رعايه مركزه بس ما عندناش. روح ما ده اللي بيحصل يا دكتور. ما انا عايز اقول لحضرتك، ما انا عايز اوعي المواطنين. احنا الاسبوع اللي يقعد في المستشفى قعدنا ثلاث ايام يومين عشان ابقى صريحه، يعني بنسعى لوالده زميل لينا عندها حاجه و70 سنه مش عارفين ندخلها رعايه مركزه. الاصول يا استاذ لا قصر عيني ولا دمرداش ولا حلوان. هو فعلا في نقص، بس اقول لحضرتك الاصول انه تعبان راح المستشفى ما يمشيش من المستشفى. المستشفى في غرفه عمليات مركزيه كل المستشفيات بتعرف تصل بيها. الطوارئ المستشفى مسؤوله ان هي تكلم غرفه العمليات، مش المريض يخرج ويفضل يلف بالعربيه. ايوه يعني ويقعد هو يدور. مش عايزين المريض صح. يخرج ويفضل يلف بالعربيه يروح المستشفى دي يقول له ما فيش سرير، يروح المستشفى دي يقول له مش عارف ايه. وزي ما حضرتك قلت في المقدمه ممكن لا قدر الله يتعب او يتوفاه الله. صحيح. في رحله البحث. طيب دي حلو قوي. يبقى الرحله دي لازم تنتهي عشان بس زي ما حضرتك قلت الحوار يبقى بناء قوي. يروح المستشفى. متفقين انه طوارئ المستشفى مسؤوليتها لو هي قررت ان المريض ده حالته تستدعي الدخول لرعايه مركزه مسؤوليتها توفر له سرير. هي اللي تتصل بغرفه العمليات و 137 وتشوف فين سرير فاضي وتحوله ليه. طيب سياده المريض ما يفضلش يلف. لو ده ما حصلش وفي الغالب ما بيحصلش. شوف حضرتك اولا انا عايز الحقيقه اقول حاجه، بما ان حضرتك ذكرتي الدكتور شريف وديع والدكتور خالد الخطيب الاثنين المسؤولين عن الرعايه المركزه والطوارئ. طبعا الناس دي انا بأشفق عليهم اشفاق تام، لان صحيح. الحقيقه اللود والعبء عليهم غير طبيعي ولا يقصروا على الاطلاق وبيعملوا. لكن المشاكل احنا يا ريت نحل مشاكلنا دايما من الجذور مش من صحيح. اولا طبعا الاستاذ الدكتور اسامه بيقولوا ده كلام جميل جدا وكلام على الورق، لكن احنا زي ما قلنا ثقافه المواطن المصري في الاول انه مصر يدخل رعايه مركزه، ايضا الهلع لدى اهل المريض اللي هو ما بيخلوش يستنى خمس دقائق،
طبعا الطوارئ مش هتاخد دقيقه وتجيب له سرير، ده هيبدا يتصل وهيتصل ب 137 فهتاخد وقت. هو المفروض يقعد الحقيقه في في المستشفى، ما بيقعدهمش ما بي... لا بيقعدهم بس هم ما بيقعدوه. لا برضه خلينا نقول صدقني في هنا تقصير في المواطن دايما عايز يلف وساعات يقولوا لهم لا استنوا بره، دي احنا ثقافة. احنا عندنا زحمه، ثقافه ان المواطن ما عندوش ثقه فيقول الجهاز ينصب ساعات مش عارف حقه، ثانيا مش عارف حقه، انا بقول لحضرتك هو مش عارف حقه، ثالثا عنده هلع عايز يروح بنفسه لغايه مستشفى تاني عشان يشوف عندهم ولا ما عندهمش. فهي دي مشكله دكتور اسامه، انه لو عارف حقه بيستعجل، ولو ما استعجلش كمان بيبقى ما عندوش ثقه ان الناس هتهتم بيه وتتصل وتجيب له مسرق. فهي دي مشكله ثقافه هتتحل. طيب بس امتى؟ لما اوفر له السرير والممرضه والطبيب. طيب بس قبل ما اقفل الملف ده وانتقل لملف الحضانات، لانه كمان ملف مهم جدا. الملف ده معلش فيه جزئيه مهمه. حاضر. مش هيتحل ملف الحضانات ده، عايز حلقه لوحده. حاضر. مش هنتكلم فيه لسه، قدامنا ساعه. احنا النهارده قاعدين الملف ده، وبعدين هم قالوا لي الرعايه المركزه بس. لا 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 لا، الرعايه المركزه والحضانات احنا ده موضوع مهم. مش هنتحل الاثنين الا بمجتمع مدني. هرجع، ما هو انا هرجع لحضرتك. شباب انا عايز المجتمع المدني معانا بعد اذنكم، يعني ماشي. خلينا بس اخد هاتفيا مين؟ استاذ ابانوب، اتفضل يا فندم. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. مساء الخير حضرتك. مساء النور يا فندم. بقول لحضرتك انا والدي كان جات له جلطه في المخ. الف سلامه. دخلنا بيه المستشفى، والمفروض ان الجلطه كان المفروض دكتور او حد مختص للموضوع دوت. قعد يتراكم فتره كبيره جدا، لكن لما الجلطه تمكنت هو دلوقتي توفى. عندنا مشكله في الرعايه جامده جدا، عندنا اهمال من الدكاتره والممرضين. ساعات المكان فاضي ويقول لك اصلا ما فيش مكان فاضي في المكان اصلا. يعني سؤالي يا بنوب، انت دخلت بوالدك الله يرحمه يا رب، الله يرحمه ويحسن اليه ويصبركم. انت دخلت بوالدك وهو متشخص عنده جلطه، كان لازم يدخل رعايه، اتقال لكم لا ما فيش مكان؟ ابنوب. طيب. أنا فهمت كده وهناقش ده. أستاذة نجاح الغربية، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أستاذة منى، دلوقتي أنا بنتي عندها شريان ورم في المخ، شريان متضخم في المخ. الله يسلمك. وبعدين إحنا تبع التأمين الصحي قالوا لنا هتدفعوا 15,000 جنيه والباقي هتدفعوه على حسابكم. التأمين يعني هيدفع لنا 15,000 جنيه واحنا هندفع الباقي. بنتك عندها كم سنة يا ست نجاح؟ بنت عندها 38 سنة. وعملنا طلبنا من مصر الخير انها تساعدنا، بقالنا شهرين دلوقتي في مصر الخير. وبنتي تعبانة جدا والحالة بتدهور عندها. التأمين قال لك التأمين الصحي في جامع لايف. فين؟ في جامع لايف. محتاجه جاما نايف. جاما نايف. انت التامين قال لك هيدفع لك 15,000 جنيه وانت تدفعي الباقي، اللي هو كام؟ قالوا لك؟ هو المبلغ على بعضه 28,000 جنيه. 28,000 جنيه. تبع مستشفى ايه يا ست نجاح؟ جاما لايف. ماشي يا ست نجاح، انا هستاذنك لو سمحتي تسيبي رقمك، من فضلك يا شباب ناخد رقم استاذ نجاح لو سمحتوا ضروري. استاذ فوزي اتفضل يا فندم. الو اتفضل يا فندم. انا فوزي يا فندم، عايز البرنامج اتصل بيك. يا اهلا بيك، انت على الهوا، يلا اتفضل قول لي. اقول لحضرتك على حاجه. لا والنبي يا استاذ فوزي، بس اطفي التلفزيون جنبك عشان نسمع بعض اسرع. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. يلا اطفي. يا فندم اطفي الاول، يلا اتفضل. الو يا فندم. الو اطفي التلفزيون، اطفي خالص. يلا. قول لي عندك ايه المشكلة. الحمد لله يا فندم، بقول لسعادتك انا معايا المدام. الو. ايوه يا فندم اتفضل. انا معايا المدام، كانت عندها عايزه مفصل بقالها 3-4 سنين السنه دي. الو. ماشي ماشي ماشي، مراتك محتاجه مفصل بقالها 3 سنين، وبعدين ايه اللي حصل؟ واللي حصل رحت حولوني، رحت هي كانت موظفه، كانت عامله. وراح رحت المستشفى التامين الصحي، حولوني على صدناوي.
صدناوي. رحت صدناوي. صدناوي جابني دكتور هناك اسمه رامي. الولية كانت بتعيط مني ومش قادرة تتحرك، فقال هو المفصل في جيبي قاعد، المهم يتريق، المهم مشاها. تاني سنة رحنا، المهم قال بعد ما الناس اتلمت عليها وبتاع ولبسوها القميص اللي هتعمل فيه العملية، قال لها انت اسمك رباعي ايه؟ قالت له، المهم قال لها لا اروح، واحنا ناس على باب الله يعني يا دوبك المعاش. ماشي. بص يا استاذ فوزي، اولا هسيب تليفونك، بس انا عايزاه وعايزه تليفون مدام نجاح، وهي بس القصه هنا اللي لفت نظري في كل الكلام ده، فكره برضو ان هو تسوح من مكان لمكان ومراته بتعيط وتبكي من الالم. هو صحيح مش موضوعنا، بس في النهايه برضو يعني دي مشكله. زوجته كانت بتبكي من الالم، وزي ما حضرتك ذكرت يا دكتور اسامه، احنا عندنا قله وعي الصراحه في العنصر البشري بالتعاون. يعني هو فاكر اسم الدكتور، قال لك واحد اسمه دكتور رامي قاعد يتريق على مراتي ويقول لها يعني هو انا حاطط المفصل في جيبي؟ ما ينفعش برضو تشوف المريض بيتالم ويعني مش وقت هزار ونكته. الحقيقه الحاجات دي بتفرق نفسيا جدا مع حتى مع المرضى. الثقافه دي محتاجين نغيرها. احنا بس هنسمع، نطلع نشوف مع بعض راي الناس في الشارع. اخذنا برضو اراء كده يعني عينه عشوائيه من الناس في الشارع، سالناهم على موضوع الرعايه المركزه. تعالوا نسمع مع بعض ونرجع نستكمل هذا الحديث. وعلى فكره ممكن شايف في نقص في الرعايه المركزه في المستشفيات الحكوميه؟ اما المستشفيات الخاصه فاكيد يعني الدفع بالدولار او يعني فواتير يعني باهظه الثمن، فبالتالي بتبقى الخدمه بتختلف عن المستشفيات الحكوميه. معظم الشخصيات اللي هم بيعملوا مستشفيات ديت بتعتبر مستشفيات استثماريه، الهدف منهم ان هم جمع المال وليس مصلحه المواطن. الرعايه المركزه العيب اللي بيرجع النقص ليها ان محتاجه اجهزه، والاجهزه النهارده غاليه بملايين الجنيهات، وفي بعض القرى والمراكز محرومه. انا شايف نقص المستشفيات نفسها اساسا، المستشفيات لا تصلح انها تبقى مستشفيات اساسا بالمره، مش نقص في الرعايه المركزه بس، نقص في الدكاتره ونقص في خبره الدكاتره. لازم يكون في رعايه كويسه، لازم يكون في اهتمام، لان المستشفيات ديت عمل المستشفيات دي ليه؟ ما عشان خاطر يهتموا بالمريض. سبق ليك التعامل مع المستشفيات في الرعايه المركزه؟ طبعا. الرعايه المركزه دي اسوأ حاجه في وزاره الصحه في مصر. مع احترامي للسيد وزير الصحه والتصريحات اللي بيطلع يقولها، اتعاملت مره في حاله كانت معانا كده، لفيت بيها اكتر من 12 مستشفى، ما حدش عاوز يدخل الحاله اللي معانا العنايه المركزه نهائيا. طبعا اختي دخلت العنايه المركزه يعني اختي وكذا كذا حاله، بس العنايه المركزه مش متواجده كتير. لما تروح المستشفى ما تلاقيش فيها عنايه مركزه، تفضل تلف على المستشفيات عشان نعمل بصعوبه. والله اكون محق ان كنت اخذت الحاله بتاعتي ورحت بيها على المستشفى، ما كانش في مكان مطلقا، وبعد ما لفيت رجعت للمكان ده تاني، قدر ربنا حد مات. فلما مات الواحد ده دخل والدي مكانه. مريض يقعد من الساعه 2 بالليل لتاني يوم الساعه 2 الظهر ما حدش بيسال عنه، مستشفى خاصه مش حكومه. لا ما فيش رعايه اصلا، ما فيش اهتمام. يا باشا الدكتور ما جاش نعمل لك ايه؟ بكل بجاحة وكل اللي تزوق الدكتور ما جاش نعمل لك ايه؟ مستشفى طوال عريض ما فيش غير دكتور واحد مخه واعصاب. طب عليا يا ساتر. اصل هو المواطن لو عايش حياته وما عندوش حته الطمانينه انه لو لا سمح الله تعب او حد من الناس العزاز عليه تعب، وده شيء وارد طبعا في اي وقت لاي حد، انه هيتعالج صح وانه هيتلحق. سيبك من موضوع العلاج، دي قصه تانية، المنظومه الصحيه والطبيه دي قصه طويله قوي. فكره انه يتلحق من الاخر كده بالبلدي، حد عنده جلطه زي الناس اللي اتكلمت، حد عنده غيبوبه كبديه، المشاكل الحاجات التقيله اللي بتحتاج فورا حجز في الرعايه المركزه، ان انا ابقى كمواطن مش مطمئن ان ده موجود، دي مشكله كبيره جدا. بجدد الترحيب بضيوفي مره ثانيه، وقبل ما اقفل ملف الرعايه المركزه وانتقل للحضانات اخد بس كمان بعض الاتصالات. استاذ خالد اتفضل يا فندم. كذا منا، وبحيي ضيوف حضرتك وبحييكي. اهلا بيكي يا فندم، اتفضل.
انا احكي لحضرتك بسرعه برضه عشان اتيح الفرصه يعني الحديث عن الموضوع المهم ده. انا بحييكي فعلا تحيه خاصه يعني رغم ان الاعلام ما بيركزش على مواضيع في احيان كتيره مهمه زي دي، لكن لا يفوتني والله في ثانيه واحده بس بحييك على الفقره السابقه الخاصه بمحافظ كفر الشيخ، لان انا شخصيا كنت واحد من المتغاظين انجاز لي يعني ان اعبر بهذه الطريقه، بالذات ان هو عمل مداخله امبارح مع المعاشره مساء كانت ساقطه من الطرفين من وائل الابراشي استاذ خالد بلدي كده غل الناس. طيب هو اعتذر خلاص، هو سياده المحافظ كفر الشيخ اعتذر، قدم اعتذار صريح على الهوى من خلال مساء دريم وقال انه لم يكن يقصد ذلك وانه كان بيقصد فئه معينه، وقدم اعتذار لكل اهالينا في كفر الشيخ. ننتقل لموضوعنا دلوقتي يا فندم، اتفضل استاذ خالد. اتصال ايه يا شباب؟ طب الاتصال قطع. استاذ جابر اسكندريه اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ منى ازي حالك؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الله يحفظك. سيادتك انتوا بتتكلموا على موضوع الاعلان المركزه، انا عندي مشكله خاصه لما كان مش كبير. ايه هي؟ انا عندي المدام تعبت، كانت تعبت ولسه لسه 1:30 مستشفى حكومه. 1:30 مساء صباحا يعني احتاجت تروح المستشفى. صباحا اه. الواد ده مستشفى الحكومه دلوقتي عليها مركزه دلوقتي، دورت ما لقيتش. خدتها وديتها مستشفى خاصه في محطه مصر عندي هنا. قعد فيها 10 ايام. وبعدين قلت لي كويسه وبتاع، اعطوني كارير تب انها كويسه، خدتها وطلعت بيها جالها جرحه في الظهر من ورا، الجرحه وصلت في العمود الفقري من ورا. وطبعا انا رحت مادي امبلاز بعد 10 ايام في الرعايه المركزه في المستشفى الخاص طلعت بجرحه في ظهرها في العمود الفقري من جوه. خدتها ورحت قدمت شكوى في وزاره الصحه في اسكندريه. حلو. ودوني فين؟ ودوني للعلاج الحرج. ايوه. خدت بعضي ورحت هناك، لما مؤاخذه رحت العلاج الحر قدمت فيهم شكوى. بعد كده خدوا مني الشكوى وودوني العلاج الحر، العلاج الحرج. رحت هناك قعدوا فيها بتاع حوالي شهر. ودوني الجامعه ومش الجامعه وبتاع والاخر مش فايده. خدتها وديتها مستشفى حكومه تاني في 60 دخلت حرجت. قعد 10 ايام وتوفت. وايه؟ توفت بعد 10 ايام في المستشفى. حول ولا قوه الا بالله. بعد كده اللي حصل بقى قدمت شكوى انا عشان هيسال فيا ولا حد سال فيا. وماتت بسبب الجرحه الكبيره اللي عندها. فانا لغايه دلوقتي عم قدمت فيهم شكوى، رحت قالوا لي انت شكوتك موجوده فين دلوقتي؟ لا انا هستاذن سياده النائب ان هو يتبنى الشكوى دي بعد اذن حضرتك. الشكوى انا كنت مقدمها. الست دمها ما يروحش كده يا سياده النائب، امانه في رقبتك. والله والله شكوتك شكوتك فين؟ مقدم الشكوى فين دلوقتي؟ مقدم شكوى سيادتك دلوقتي في المستشفى اللي العلاج بتاع الفرنسي ده. يعني قدم الشكوى فين؟ في العلاج الحر. قدمت الشكوى فين؟ في النقابه ولا فين؟ ولا في العلاج الحر في السفير؟ في العلاج الحر. العلاج الحر. يا ريت نتواصل. بعد كده ودوهم حولوها العلاج الطبي الحرج. حاضر حاضر. استاذ جابر ما تقفلش التليفون يا شباب لو سمحتوا، استاذ جابر هندي رقمه لسياده النائب. انا اتعشمت في حضرتك قبل كده وحضرتك فعلا ساعدت الناس، ارجوك عشان بس حرام الناس دي. قدر الامكان نشوف ايه اللي يعني ايه المشكله. حاضر اشكرك يا سياده النائب. معلش اخر اتصال ناخده، استاذ عبد الرازق اتفضل يا فندم. استاذ عبد الرازق اتفضل يا فندم. حضرتك انا ممرض في المجال نفسه. ممرض فعلا في المنظومه مش متكامله خالص. ايه مشاكلكم يا فندم؟ كويس. مشاكلنا الاطباء نفسها ما بتتعاملش على المريض مع المريض على انه حاله مرضيه، بتتعامل معاه بكل برود كانه ميت. فالمنظومه اصلا بتبدا من الطبيب نفسه، من القائد الطبيب نفسه، فالطبيب بيبقى عنده لا مبالاه وبدون محاسب وبدون مراقب. فطبيعي. وانت دورك فين كممرض يا استاذ عبد الرازق؟ ما انا اقول لحضرتك انت دورك اساسي برضه على فكره. ما انا ببلغك اهو حضرتك، انا ببلغك اهو، ما انا بقول اهو. لا مش مقبول الكلام ده. انا بتصل ليه دلوقتي؟ عشان مش مقبول التعميم ومش مقبول يقول للدكتور لا مبالاه، مش مقبول خالص الكلام ده. اهو دي بقى اهو دي. هو بيشتغل في مستشفى ايه؟ هو ممرض فين؟ خطا بيقولوا. انت بتشتغل فين يا استاذ عبد الرازق؟ احنا ملائكه؟ احنا مش ملائكه يا دكتور. طيب بس التعميم مرفوض. التعميم مرفوض يا فندم. خلاص مش مهم هو بيشتغل التعميم مرفوض بلا شك، التعميم مرفوض بلا شك، بس كده فينا فلازما نتعامل مع الناس دي عشان وبني ادم. ماشي. عندي بعض الاطباء عندهم لا مبالاه ومشكله. تعالى بقى كلمني على دور التمريض. والتمريض الاخر، ما هو التمريض اذا بيلاقي القائد معلش عنده يعني. كلمني كده يا فندم على دور التمريض اللي نسي وطفل في الحضانه، اللي نسي وطفل في الحضانه
تمام لغايه لما الطفل اتحرق ومات عشان الممرضه ما كانتش واخده بالها. كلمني عن ده مثلا. انا اتفرجت على الحلقه دي. تمام انا اتفرجت على الحلقه. حضرتك المفروض يبقى في محاسبه ومتابعه استلام. ما هو الاهمال يعني انا لما يكون معايا الطبيب بيتابعني غصب عني حد مرتشي. معلش يعني ايه غصب عنك تبقى مرتشي؟ يعني ايه غصب عنك؟ انت ربنا جعل لك سبب ان في ايدك حياه بني ادمين يا استاذ عبد الرازق. يعني ايه غصب عنك تبقى مرتشي؟ حضرتك انا هبقى مرتشي لما الدكتور يتابع الحاله معايا باهتمام. انا غصب عني لو انا مش ملتزم هبقى مرتشي. ملتزم 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 مش مرتشي. انا ماشي حضرتك انا سمعتها غلط. تمام لا 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 يعني المفروض يعني انا بنقوم عليها اقتراحاتك ايه يا فندم؟ انت واحد من المهنه وممرض. اقتراحاتك ايه؟ يبقى منظومه كامله حضرتك عن الرعايات. بيبقى في اماكن شرايين في رعايات فاضيه والدكاتره مش عايزين يستقبلوا حالات. وانا بكلمك على واقع يعني. في حد عنده رد؟ يعني حضراتكم يعني تحبوا يعني كلام مش منطقي ابدا ابدا. هو لانه في حرب رهيبه على الاسره. في نقص شديد في والنبي احنا سمعناك الله يخليك. واسمع طب احنا سمعناك. اشكرك يا استاذ عبد الرازق. انت قلت وجهه نظرك. نسمع بقى رد ضيوفي الكرام. اتفضل يا دكتور اسامه. اولا احنا بنتكلم على نقص شديد في الاسره. لا يجرؤ احد انه يبقى عنده سرير ويقول ما عنديش اسره. لا يجرؤ احد في الرعايه. وفي اداره وفي والمفروض ان في اليه للشكوى. يعني لو حد شك ان في سرير وقالوا له ده ما فيش سرير يعمل شكوى للاداره، يعمل شكوى للوزاره، يعمل شكوى في يعني في الاسم. هيعرف منين يا فندم؟ هيوصل لفين؟ يعني زي ما سمعت المواطن اللي زوجته توفت بسبب في مستشفى خاص كمان. بص يا استاذه من بالنسبه للشكوى دي انا عايز اقول حاجه مهمه. وغيرها مش كل المرضى. ما انا اقول لحضرتك مشكلة قرح الفراش مشكلة في كل حتة في الدنيا. أنا يعني أنا اشتغلت تخدير ورعاية مركزة في إنجلترا. أنا كنت عضو بعثة وكنت فعملت الدكتوراه في إنجلترا. مشكلة قرح الفراش موجود. في أي رعاية مركزة في العالم موجودة. وموجودة في الكتب وموجود إزاي نقلل حدوثها وإزاي نعالجها. طيب. لو حصلت. طيب. وإزاي نتجنب حدوثها. المستشفى سابتها بيها لغاية ما طلعت جالها وصلت للعمود الفقري وماتت في الآخر الست. ما هو أنا جاي لك في الكلام ليس راحت بالضرورة. عشان في ناس ما أخدوش ما عملوش واجبهم يا فندم. مش كل مريض ما أنا لما أقول اسمعيني من فضلك. مش كل مريض يجي له قرح فراش بيبقى بالضرورة نتيجة إهمال. لانه لو احنا ادينا اقصى رعايه يبقى مفيش ولا مريض يحصل له قرح فراش. ده مش حقيقي. وانا بقول لحضرتك طب ما ندي اقصى رعايه في انجلترا وامريكا وفي كل حته في الدنيا في مضاعفات وارده. المضاعفات الوارده دي بتبقى نتيجه نقص الدوره الدمويه في الجزء ده اللي هو نايم عليه. عشان كده بيعملوا ايه؟ بيعملوا فيه بيقلبوه. برافو عليك. نمره واحد. ففي في احتياطات لتقليل نسبة حدوث قرح الفراش في الرعايات المركزة. كحول على ظهره نمرة واحد. لا حاجات كتير بالظبط. ويغيروا له الناحية نمرة واحد ان العيان يتقلب كل ساعتين. نمرة واحد زي ما حضرتك قلتي يتقلب. ان العيان يتقلب العيان اللي في غيبوبة لا قدر الله لازم يتقلب كل ساعتين مش كل ثلاث ساعات. نمرة اتنين يتحط المواد زي باودر ومش عارف ايه كير رعاية للجلد. نمرة ثلاثة بيتحط مراتب دلوقتي مرتبة هواء مرتبة بتنفخ هواء علشان تقلل البريشر توزع الضغط للضغط بالظبط لما يبقى تركز في حتة. احنا عندنا بقى ممكن يبقى في نقص في التمريض غير كافي. الاخ اللي اتصل اللي هو الممرض اللي بيقول لك لو الدكتور متابعني جامد هيبقى انا ملتزم غصب عني. الممرض عليه انه يقلب العيان كل ساعتين. لو انا ما عنديش عدد تمريض كافي في الرعاية هيقلبوا العين كل ساعتين ازاي؟ احنا عندنا النقص. ولو انا برضو يا فندم ما عنديش طبيب عنده ضمير وبيعمل تشيك وبيعمل فولو اب وبيمشي يبص وبيبص على الحالات وبيعمل دوره يبقى انا برضو هبقى عندي مشكله. طبعا عشان نوضح النقطه دي على فكره بتاع الرعايه اعتقد الدكتور اسامه يصحح لي المفروض انه ممرضه لكل مريض بالظبط. وده المفروض لكل سرير لكل سرير طبعا. عندنا في مصر تقريبا ممرضه لكل ست سراير لكل عنبر تقريبا. لا لكل ست سراير في الرعايه يعني لكل سريرين ثلاثه. لا بتوصل لخمسه وسته احيانا في بعض انما هي محتاج ممرضه. طيب. لكل هي احنا ممرضه دي في الرعايه مش المفروض يا اساتذه. انما طبيب لكل سبع سره يا دكتور اسامه. هو المفروض في الممرضه دي في الرعايه المركزه مش بتتابع المونيتور
طبعا مش بتتابع رسم القلب وبتقلب المريض ازاي حديها مهمه انها تتابع خمس مرضى بالظبط او ست مرضى وده اللي احنا بنطالب بيه الوزاره واحنا عندنا نقص شديد في التمريض. بصي يا استاذه من انا عايز اوضح حاجه اكتر من كده يا دكتور مجدي. ده دوليا وفي المعايير ممرضة ونص لكل سرير بمعنى ثلاث ممرضين لكل سريرين. ليه؟ لان ممرضة ماسكة سرير ده وممرضة ماسكة سرير ده ولما تيجي تقلب المريض بتاعها لازم حد يساعدها. المريض الممرض الثالث بيساعد دي مرة ويساعد دي مرة ودي لما تيجي تروح الحمام هو يقف مكانها ودي لما تروح الحمام هو يقف مكانها وبالتالي ثلاثة على سريرين ثلاثة على سريرين او واحد ونص لكل سرير. النسبة عندنا في احسن الاحوال ممرض بيمسك سريرين. قبل ما اطلع فاصل عايزه حلول من حضراتكم عشان بعد الفاصل هنكمل الحضانات. عايزه عشان نطلع بحوار بناء ويبقى ملف يبقى ملف فيه عارفين المشكله ايه واتكلمنا فيها كتير. عايزين بقى نضع مجموعه من الاقتراحات العاجله لو سمحتوا شورت تيرم قبل ما تكون لونج تيرم لو سمحتوا قصيره المدى قبل ما تكون بعيده المدى. ملف اطرحه على يعني بجد على طاوله رئيس الجمهوريه القادم. يعني انا بقول انه اولا لابد من دخول المجتمع المدني بقوه في موضوع الرعايه المركزه اسره الرعايه المركزه نوي لانه ميزانيه الوزاره مستحيل هتعوض الجاب او يعني الفرق الكبير اللي احنا عايزينه. احنا عايزين ننتقل من 8000 بالمستشفيات الجامعيه الى 12000 وشويه او 13000 وشويه. دي نقطة. النقطة الثانية لابد من إعادة توزيع بشكل يعني هنا في حاجة اسمها تخطيط في الوزارة تبدأ تقول أنا عايز أودي سراير الرعاية فين وبإزاي وليه والكلام ده بناء على دراسات ونبدأ نعيد توزيع تاني عشان الريف ياخد حظه في رعاية الأسرة أو في أسرة الرعاية المركزة. إعادة التوزيع ده إعادة التوزيع الأسرة مسؤول الأسرة ده مسؤول وزارة الصحة طبعا التخطيط في الصحة وإن الأسرة الجديدة تتعمل التخطيط والصحة التخطيط في الصحة التخطيط في الصحة هو وزارة الصحة فيها تخطيط؟ طبعا طبعا فيها إدارة تخطيط كل حاجة المفروض تتعمل بخطة شوفوا المناطق المحرومة فين والتركيز عليها وبحط سرير هنا ليه وكل حاجة تمام. التمريض محتاجين نكثف الحقيقة التركيز على تمريض للعناية المركزة مع تأهيلهم جيدا لان ممرضة العناية المركزة موضوع تاني خالص مختلف عن التمريض العادي. اطباء الطوارئ والتخدير والعناية المركزة محتاجين نبوش او يعني ندفع انه يبقى في هذا التخصص لانه في ندرة في هذا التخصص في مصر غير موجودين بشكل فلا بد من ان التعليم العالي مع الصحة يعني من اول خريجين كلية الطب بالظبط يفهموا اهمية التخصص ده مش اهمية لازم اديله حوافز يعني اخلص له بسرعة اديله زيادة في الراتب اعمل له حاجات كتير يعني اخليه تسجيله يبقى اسرع من تسجيل زمايله يعني في حاجات كتير قوي نقدر نعملها حاجات قانونية جدا 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 قانونية جدا جدا لكن عايز قاعدة بين الصحة وبين التعليم العالي ينسقوا هذا الموضوع وابدأ أزق في طبيب الأسرة اللي أنا محتاجه عشان التأمين الصحي طبيب الطوارئ والعناية المركزة طبيب التخدير دول فيهم ضعف كتير ونقص كتير جدا لازم نهتم بيهم. الأهم بقى من الوزارة كمان اللي أنا مطلوب احنا مش عايزين نحمل كله على الوزارة لكن بنقول المجتمع المدني يخش واحنا نخش لكن اللي مهم قوي أغلب اللي قلناه المهم قوي قوي طبعا المهم قوي 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 حصر بالسراير اللي ما بتشتغلش اللي موجوده ومش اللي شغاله دي كارثه كبيره جدا لان انا لو بشتغل بال 7000 مش ده اهدار للمال العام يا فندم طبعا لو انا بشتغل بال 8000 كلهم على فكره هتبقى الازمه اقل بكتير لكن انا بقول انه مينيمم 40% او 50% منهم ما بيشتغلش فلازم نبدا نركز على السراير اللي مش زيها زي الحضانات برضو نفس الحكايه في حضانات كتير ما بتشتغلش فلازم بدل ما اجيب سرير جديد واتكلف مليون انا ممكن اتكلف 100000 ولا 200000 تصليح عايز صيانه دوريه للسراير دي عايز هندسه يعني اللي بنسميها الهندسه الطبيه تشتغل التخصص هندسه نبدا يعني في حاجات كتير قوي لازم تتخطط لها لانه الصحه اعتقد بعد الفتره الجديده ان شاء الله للرئيس الجديد باذن الله تعالى اعتقد انه الصحه والتعليم لازم تبقى نقاط بارزه في الاربع سنين اللي جايه. دكتور اسامه قبل ما نقفل الملف ونطلع فاصل هاخد من نهايه كلام الدكتور مجدي الصحه والتعليم وبالتالي انا بطالب الدكتور مجدي والزملاء في البرلمان زياده ميزانيه الصحه زي ما هو بيطالب المجتمع المدني دي فيها امل يا سياده النائب على فكره ميزانيه الصحه 103 السنه اللي فاتت
لكن هو مش زياده بقى، هو توجيه 103 مليار. لا وصلت 3 وصلت 3% اللي احنا بنتكلم عليها لو قلنا، بس في منها على الاقل اكتر من 20 مليار او اكتر من حاجه كده، صرف صحي ومياه شرب وحاجات عجيبه جدا دي لابد ان تزال تماما تماما من ميزانيه الصحه. لو انا خدت الفلوس لا خالص، عشان كده يعني ده تلاعب على انها تبقى 103 عشان نحط لي صرف صحي ومياه شرب. اعتقد المره الجايه حضرتك انا عارف انك من الناس المعارضين تماما يا فندم، ولا يجوز انها تتحط اطلاقا، لان ده الحقيقه نوع من كانه عشان يكبروا الرقم، عشان نكبر الرقم بتاع الصحه راح حاطين الصرف الصحي عليه. الصرف الصحي ومياه الشرب. سكتوا ليه يا فندم؟ سكتوا ليه؟ ما سكتناش. هو ما سكتش. انا عارفه حاجه لجنه الصحه في البرلمان. انا ما سكتش على قد ما قدرت يا فندم. لجنه الصحه في البرلمان يا فندم. لا ما هو يعني عموما احيانا بتبقى في حاجات، معلش انا اسفه بس ده اسمه مس ليدنج. الميزانيه القادمه احنا نتكلم فيها، احنا نتكلم ان شاء الله. طيب نمره واحد اخد من كلام بقى، يبقى لابد، لان زي ما شفنا كده زياده ميزانيه الصحه، مش عيد كلام الدكتور مجدي، توجيه الزيادات اللي جايه للاماكن المحرومه. تمام، ما يبقاش اعاده توزيع جغرافي، ما يبقاش بنجود في المتجود، مش عايزين نبني مستشفيات جديده، عايزين نشغل اللي عندنا، عايزين نشغل اللي موجود ونحسن اللي موجود. ايوه، تتحط خدمه لاعاده تشغيل وصيانه الوحدات اللي اوريدي موجوده. اطباء وتمريض. انا معجبه جدا بالفكره ان انا اشجع على الاطباء الخريجي الطب الجداد، ده مهم جدا، اديهم حوافز ومزايا عشان يدخلوا في موضوع الرعايه المركزه. ليه بقى؟ لان احنا عندنا نقص بالتحديد بالظبط كده يا استاذ امين، احنا عندنا 17% من في هذا التخصص اللي المفروض يبقى موجود في مصر. يعني لو المفروض يبقى عندي 100 طبيب اللي موجودين 17. انا قليل قوي لما بقابل طبيب يقول لي انا دكتور رعايه مركزه. بالظبط. يعني ليه؟ لانه تخصص قليل جدا. لانه تخصص قليل. ليه؟ لانه متعب جدا وفلوسه قليله جدا. وزي ما قال الدكتور مجدي، انت لما تيجي عايزه تزودي الاقبال على اي تخصص اعملي تحسين في البروموشنز، يعني تحسين في ظروف العمل، ادي دوافع وتحسين للدخل بتاعه، خليه يسجل قبل زمايله. دي اسهل حاجه أوي، كانت عملت قوي، كانت عملت. شوف كم واحد هيجي لك لو اديته الحاجه سنه واحده اقل من زمايله. انه قالوا التخصصات النادره، لا وده اتعمل، ده اتعمل من سنتين، قالوا التخصصات النادره هياخدوا فرصة تسجيل مبكر بعد 6 شهور من التكليف. وده زود قوي. وقالوا المناطق النائية هتاخد برضو اللي هيروح مناطق نائية هيروح يسجل بدري. ده كان الحافز للي هيروح مناطق نائية انه يسجل بدري. فعدد كبير راح بعد ما كان ما بيروحش مناطق نائية. انت مش قادر تحسن ظروف الاطباء في المناطق النائية او في الرعايات من حيث الاقامة والفلوس وكده، فيبقى التسجيل والتعليم هيبقى يعني يبقى بروموشن افكتيف مؤثر. الحاجة التانية بقى انه يبقى فيه لتحسين الرعايات. عندك نقص شديد جدا في التمريض زي ما قلنا. لغاية ما يتخرج تمريض اعمل حاجة اسمها، وبتتعمل في بعض المستشفيات، مساعد ممرض. الولاد اللي هم بدبلومات تجارة او دبلومات مش ومش لاقين شغل، بس ده مش دارس يتدربوا. لا ما مشتغل مشتغل ممرض، هيحصل يا فندم في النص كده هيجامله، هيروح مدخله مسكه السرير بتاع المريض. لا هو أنا واحد هقول لحضرتك تمريض ولا الصين فاهم يعني ايه، عارفة ما عرفش حتى يقرا تجارب الدول، القلب ده رسم القلب. تجارب الدول اللي خرجت من ازمات شديده وعايزه تبني مستقبل، لما كانوا بيلاقوا نقص فجوه كبيره بين المتاح وبين المطلوب بيشوفوا حلول، زي ما بيتقال كتير وانا زهقت من الكلمه دي، من خارج الصندوق. فاحنا في التجربه الصينيه لما كنا من واحنا شباب يعني كنا نقرا، يقول لك الصين عملت تجربه اسمها الاطباء الحفاه. كان هيكل بيكتب كده في الاهرام زمان واحنا صغيرين. احنا ما كناش فاهمين يعني ايه اطباء حفاه. لما الواحد كبر شويه وفهم، كانت التجربه دي انه مساعد طبيب، انه في القرى وفي الحتت اللي ما فيهاش اطباء خالص. عارفه زي زمان كان عندنا حلاق الصحه في مصر. ايوه وما زال بس قليل يعني. فكانوا عملوا دربوا الناس دي ان هم يساعدوا الاطباء ويبقوا مخط دفاع اول. طيب يعني ده بالنسبه للتمريض والاطباء واشجعهم زي كل الكلام ده. انا بك عدد الاسره، ما احنا قلنا نمره واحد تشغيل الاسره عشان الناس تبطل تلف بالمرضى على مستشفيات مش لاقيين سرير. نمره اتنين ما حدش يلف. بص يا استاذ انا بقول اهو كلام على مسؤوليه. يحصل يا دكتور اسامه يشتكي والله. يشتكي مدير المستشفى، يروح المستشفى ويشتكي. يعني هيعالج اللي بين الحياه والموت اللي معاه ده، ولا هيروح يشتكي؟ ما لو لف بالمريض بتاعه، ما هي دي نقطه مهمه. لو لف بالمريض بتاعه هيموت منه في السكه. وبعدين في الطوارئ دلوقتي في تعليمات شديده جدا.
في الطوارئ انه يعملوا الاسعافات الاساسيه للمريض ويفضلوا يعالجوا المريض لغايه ما يتوفر ليه سرير الرعايه اللي في المستشفى. وبعدين التطوير الثاني بقى والمهم انه وده حاجه تتعمل في ايام من وانا بطالب الوزاره بعملها زي ما احنا في المستشفيات الجامعيه عاملينها. البروتوكولات تبقى واضحه في الطوارئ. صح. انا يا استاذه منى لو مريض جاله الم في الصدر وراح رعايه وراح طوارئ اي مستشفى في انجلترا مثلا في لندن ولا في ابعد مستشفى في الريف او في مستشفى مركزي او هيتعمل له نفس الحاجه. اول ما يخش هينام على ستريتشر مثلا سرير مفروض كده يدوا له مسكن يحطوا له ماسك اكسجين مش عارف يعملوا ايه في خطوات 1 2 3 4 لو جه الم في الصدر لو جه حاله جلطه في المخ زي المواطنه اللي اتصلت بحضرتك لو جه جلطه في المخ ودرجه الوعي مضطربه متدهوره يبقى ننيم السرير العيان مش عارف نعمل له كذا كذا كذا. الجايد لاينز دي اللي هي خطوات ارشاديه الارشادات لابد انها تبقى مكتوبه ومتعلقه في كل الطوارئ وما يبقاش في فرصه للتفكير للدكتور. الدكتور يبقى سريع ويمشي على جايد لاينز. لازم اطلع فاصل. اتفضل. يعني احنا اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي معلش مع احترامي كل النقاط دي طبعا مهمه وجوهريه بس انا النقطه الاساسيه عندي انه المواطن لو احتاج لرعايه مركزه ورفضت المستشفى استقباله او قالت له ما عندناش لازم الطوارئ مكلفة. انها تشوف له رعايه مركزه بالزبط. سرير في دي الرساله طوالي. الاساسيه من الحلقه مش دي مش انا دي الرساله اللي عايز اطلع بيها مش المريض اللي يدور ومش المريض اللي كلم 137 النائب الاداري النبطشي اللي في المستشفى هو اللي يكلم 137 او غرفه العمليات هو اللي يكلم غرفه العمليات بتاعت وزاره الصحه لو امتنع ما عملش كده لا يشتكيه ويخلي المريض برضه لانه في الزام واضح جدا يشتكي لمين يشتكي للوزاره فورا يشتكي للوزاره يشتكي في لا بس انك طبعا هتاخد في القسم لا في اسم البوليس عايزين حاجه سريعه الوزاره والاسم اسم البوليس يروح يعمل له محضر ايوه تمام. ما حدش يقعد يلف بزاويه انا الحقيقه عندي مشكله انا طبعا سعيده بالجزء الاول ده من الحوار لانه بناء وفي يعني تفنيد لنقاط وهرجع اتكلم على الحضانات عشان ده كمان موضوع مهم جدا بس هطلع فاصل بس عايز اقول حاجه صغيره جدا انا ممكن ابقى مندهشه شويه انه علشان رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي من سنتين ثلاثة تقريبا قال ان احنا بنشتغل على فيروس سي وادى التوجيهات بكده الحقيقة كل اجهزة الدولة وزارة الصحة اشتغلت بايديها واسنانها والحقيقة ان احنا الحمد لله انجزنا في الملف ده يعني بالامانة احنا كنا داخلين على وباء الاعداد كانت بتتزايد بشكل غير طبيعي ان احنا نوفر الدواء ونعمل بروتوكولات مع الشركات ونعمل حملات توعية و ده كان شيء مهم جدا لكن الفكرة انه مش لازم استنى رئيس الجمهوريه لما يقول هعمل حمله قوميه او عايزين حمله قوميه عشان نوفر اسره رعايه مركزه او حضانات للاطفال عشان ما تموتش ويعيشوا اهليهم بحسره طول عمرهم. في حاجات احنا نقدر نبادر ونعملها بدون ما رئيس الجمهوريه هو اللي يطلق حمله قوميه ليها. فاصل ونعمل.